هذا الموعد الإخباري مباشرة من قناة زين نيوز يأتيكم. البداية بأهم خبر لليوم، حيث خرج الجزائريون مجددا إلى الشارع في خامس جمعة من المسيرة المليونية للمطالبة بالاستجابة إلى مطالب التغيير الجذري للنظام. وكالعادة أطلق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوات إلى التظاهر بالقوة في العاصمة، على الخصوص من أجل تأكيد التمسك الجزائريين بتحقيق الهدف الأساسي وهو تقرير مستقبله بكل سيادة. ويراهن المشاركون في المسيرات الشعبية منذ 22 فبراير على كسب زخم جديد من الحراك هذا الجمعة أي اليوم، وتحدي الظروف المناخية، ليكونوا مسلحين بمطاريات تحمل الراية الوطنية وبعزيمة أكبر للتغيير. نتحول الآن إلى قسنطينة ولمعرفة الأجواء هناك. نبيل بحلاسة يلتحق بنا. مساء الخير نذير. نبيل، مساء النور جميلة، أهلا وسهلا بك وبكل المشاهدين. نقف اليوم على خامس جمعة للحراك الساعي للإصلاح الشامل، والذات كذلك عدم التأجيل وعدم حتى ربما الفصل الأخير الذي رفضه اليوم سبب الحراك. المتواجدين في شوارع قسنطينة وعلى غرار أقول باقي شوارع الجمهورية يقولون أن لا تأجيل ولا ندوة، حتى الندوة أصبحت غير مقبولة لدى الشارع هنا في قسنطينة. شعار كذلك رفع مع الأجواء الممطرة التي شهدتها قسنطينة والمدن الشرقية. شعار آخر رفعه الشباب هو نغرق في النور وما نغرقش في الحرب، يعني شعار واضح جدا، شعار يكشف ويترجم مدى المعاناة التي كان يعانيها الشباب الجزائري من ربما قد نقول تقصير، حتى ربما الأجهزة التنفيذية كانت يعني أوضحت هذا بالحق أنه قصرنا في حق الشباب. اليوم الشباب قال نغرقوا في النور وما نغرقوش في البحر للحديث أكثر عن هذا الحراك أسعد بالحديث مع بعض يعني المواطنين اللي نزلوا لهذا الحراك هنا بقسنطينة. سيدي، ما حديثكم اليوم في خامس جمعة هنا بقسنطينة وعلى غرار باقي ولايات الجمهورية؟ في حقيقة الأمر السلام عليكم. اليوم رانا في جو تاع أفراح وعرس، نشوفوا عائلات بأبنائهم. ما حز في نفسي وشي اللي يعني ربما بقى يرن في أذني هو الجزائر فيها رجالة، يعني الجزائر نقدروا نختاروا من هاد المواطنين، من هاد الكفاءات تاعنا، من هاد القدرات اللي داخل الوطن وخارج الوطن، وخلينا نديروا وجه جديد وصفحة جديدة إن شاء الله. وش هو طلبنا؟ نكونوا يعني خير من دول اللي ربما كانت في وقت ما عر منا، نهزوا إسبانيا، نهزوا ماليزيا. الجزائر فيها رجالة، هذا يعني الصوت اللي باقي يرن في الأذن تاعي ومليح بزاف. احنا بكل خوا احنا بكل أمور راهي سلمية، يعني تكون فيه تسليم المشعل بموش بالشعارات الرنانة، ولكن تسليم المشعل إلى هاد الشباب. حتى هنا عندنا نشوفوا في رواحنا يعني فقدنا الأمل من نضالات سنوات وسنوات، حابين هاد الشباب يفرح ويأخذ المشعل ويتقدم بالجزائر تاعو اللي ما عمرها تستاهل هاد يعني هاد الوضع اللي راهو فيه. وإحنا ضد تحطيم وتقصير كل مؤسسات الدولة. إحنا مع التغيير السلس، التغيير بسلمية، والتغيير اللي ربما يجيب لنا وما ندخلوش بفوضى، هذا هو مطلبنا. وراك تسمع في شعارات راهي رسائل واضحة، نتمنى كل ما نتمناه أن تاني اللي في المقابل. اليوم رانا في مواجهة تاع مستعمر في وقت الثورة، رانا في مواجهة تاع جزائريين، خوتنا أولادنا والدينا، يعني على الأقل يتفهمونا. والجزائر دي تاعنا بكل، وكما هم يغيروا عليها احنا يعني أيضا تاني نغيروا عليها. نتمنى أنهم يفتحوا الأبواب لهذه القدرات والكفاءات، نعاود نأكد داخل وخارج الوطن الجزائر تتسع للجميع. خلينا نقدموا في امور واضحه، كنا مشينا بزاف في الضباب، مشينا بزاف. هما اليوم راهم يتكلموا ويقول لك قوى غير دستوريه، هذا كلام تاع الرسميين، هذا شيء خطير جدا. الجزائر ما تستاهلش به تمشي يعني وقت الثوره وكان فيه قانون، كاين فيه مرجعيه نوفمبريه، كاين بيان نوفمبر. اليوم الناس اللي تتكلم يعني رانا نمشيو بقوى غير دستوريه، يعني الدستور كنا حاطينه في جهه، وهذا
شيء خطير جدا. معليش ندوروا الصفحه ما قطعوهاش. انا ترى ان هذه التصريحات ربما هي نقدروا نكونوا انه ارتباك لما اعطاه من صوره جميله شباب الجزائري اليوم المجتمع الجزائري من اتزان ورزانه وسلميه. اربك هؤلاء حتى ولاو يقولوا مثل هذه التصريحات الغير مدروسه والغير ربما مش حتى في محلها. انا نشوف فيها من جهه اخرى، انا ناكد ونقول ونقولها يعني بافتخار في اول عهده للرئيس الجمهوريه، في اول عهده خيرة الأبناء ونخبة الأبناء كانت صادقة. أمنس بخطابات، يعني خطاب كان مليح والبرنامج كان مليح، ولكن بالممارسات هم الناس اللي اختاروهم، لأن تخلوا على النخبة، تخلوا على الرجال والنساء اللي كانوا قادرين يقدموا بالجزائر بهذاك الخطاب والبرنامج اللي كان. اليوم هاد الناس هادو غير شكون سوف كي بو بارسك هذا يعتبر بوكو بلوس ليموسيونيل، يعني الجانب العاطفي قال خليه يهضر، وهذا الرئيس رانا خطأنا فيه. سبحان الله الانسان راه يتابع هذا الخطاب، عندنا اشهر ما كناش نسمعوا فيه. اليوم هاد الناس هادو حتى من باب الرجوله، انا واحد مشيت معاه جوسكو بو نعم، كي نعود قانع على مبادئ، بصح كي نعود على مصالح لما تنتهي المصالح تاعي منه خلاص. نروحوا للمواطن خلاف شارك معنا في الحراك حتى نعطي الكلمه لاكثر نبيل من المشاركين. نبيل بوحياسه انت في الاستماع من الشباب. والله سلام الله عليكم جميعا. الصورة نعم راني معك زميلتي. نبيل فقط أردنا أن نعرف عن الفئات المتظاهرة اليوم، شهدنا في الأسابيع الماضية عائلات خرجوا بأكملها، اليوم عن الفئات اللي تتظاهر، هل الشباب فقط رجال فقط أم في عائلات نساء أطفال خرجوا اليوم للمظاهرات؟ كما سبق وان تحدثت يعني ظروف جويه قاسيه تعيشها الولايه، لكن العائلات خرجت وفرضت صوتها، عائلات رجال نساء واطفال، كل العائلات متواجده، كل العائلات كنا شفنا الصور التي اتتكم تباعا عبر قناه الدين نيوز هنا من ولايه قسنطينه، العائلات متواجده ونزلت لاتمام ايصال صوتها، الداعي لعدم التاجيل، الداعي لرفض الوضع الحالي والراهن الذي يعيشه البلد. نرجع زميلتي فقط لنعطي الكلمه للحراكيين اكثر، هل الشباب اللي اليوم حاب يوصل صوته تفضل قلنا وش. والله هي كما سبق قلت انه الصور ابلغ عن التعبير، ويعني الشباب اليوم خرجوا فقط باش يرجعوا هذاك يعني ثقتهم اللي يعني راح بها النظام. هذا المسؤولين بالامس كانوا يقولوا انه الشباب عازف عن السياسه، الشباب ليس عازف عن شيء عن السياسة، الشباب فقط لا يثق بهذون المسؤولين، بهذون القادة السياسيين الذين فقط يمنحون المسؤوليات للشباب الذين يستطيعون أن يمشون وفق طريقهم. اليوم الصور في قسنطينة وفي باقي ولايات الجمهورية صريحة جدا، التغيير الجذري للنظام، لا نريد ندوة وطنية يقوم بها هذا النظام، لأنه من المستحيلات، ونحن وأنا دارس للعلوم السياسية الانتقال الديمقراطي لا يمكن أن يكون من السلطة. الجزائر فيها رجال، يجب أن رجال الجزائر أن يتقدموا، هما اللي يقودوا هذا السلطة. حبيت فقط نحيي هذا الشباب يعني اللي راه واعي. بالأمس كانوا يقولوا شبابنا يفضل الحرقة وشبابنا يفضل يعيش في أوروبا، أنا نقول لهم لا، ظروفكم وسياستكم ومخرجات النظام السياسي الفاسدة هي اللي خلات الشباب يحرق. الآن الشباب راهو هنا في الشارع، هذه هي جبهة التحرير، هذه هي الناس اللي خرجت من اجل الاستقلال في 19 مارس 1962، راهي اليوم في قسنطينه وفي باقي ولايه الجمهوريه. نبيل فقط بما انك متواجد مع المتظاهرين هناك، هل التمستم بديل يقدمه هؤلاء الشباب، بديل من خلال بديل شخصيات يقترحونها لانشاء حكومه كفاءات، هل من شعارات مرفوعه او اسماء طرحت؟ هي ربما أسماء محددة لم تطرح إلى حد الآن زميلتي. الأسماء التي تم الإعلان عنها أو تم اقتراحها هي أسماء مفتوحة لوجوه جديدة وشابة فقط، يعني لم يتم رفع أي اسم إلى حد الآن في الحراك هنا في ولاية قسنطينة. الكل ينادي بتحديد قائمة وزارية
أو نظام جديد بالجزائر يقوده أو يشرف عليه طاقم شاب، يعني كل ما هو ربما يغضب الشباب اليوم وربما الشيء اللي حرك أكثر الشباب في باقي المسيرات وفي باقي الخرجات التي شهدتها ساحات الولاية هي طاقم شاب، طاقم جديد بعيد عن 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 الوجوه التي وصفت بالفاشلة لأنها لم تقدم شيئا واعترفت في كل مرة بأنها قصرت في حق الشباب الجزائري. إذا سمحتي نكمل الحديث مع الشباب زميلتي. نعم تفضل، الكلمة تاعكم اليوم انتم كحراكيين راكم وصلتوا كل يوم تهبطوا للميدان. أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونرحم بالجمع الخافير هذا اللي قد يهبط بكل سلمية وعفوية. احنا ما نطلبوا بالو، احنا نطلبوا تخليوا جينيراسيون جديدة اللي تخدم تطلع البلاد، باسكو سايز ديجا خلص وقت بوتفليقة، انتخبناه وقفنا معاه انا في كل عهدة بوم اللي كنت صغير نوقف معاه. خليوا جينيراسيون جديدة اللي تبني البلاد طلعها وبربي ان شاء الله نوليو خير على الخارج. الناس اللي ما تحركش باسكو الظروف هذه اللي تدفع بالناس تحرق، نعدلوا البلاد لهنا ونوليو خير من اوروبا ونوليو اوروبا هي اللي تحرق عندنا لهنا. اليس هذا بالوعي؟ ربما قال لك ان رئيس الجمهوريه قدم واعطى لهذا الوطن لكن انتهت مرحله لابد من تجديد، هي ربما كلام من شاب على المباشر اليوم من قسنطينه. يعني لاجوناس، نعم على حديث لاجوناس يجي يدخل معنا مواطن اخر، تفضل معايا الكاميرا هكذا واش تقول اليوم؟ والله نشكر هذه المسيره هذه اللي كل هذه مع الخمسة هذه، ونطلبوا من النظام هذا يواجب هاد الناس تاع الحركة هادو دون لي ميور كونديسيون وتسمى البلاد تتعدل ان شاء الله، ودونك كاينين الناس اللي فاهمين وواصلين وتسمى الناس يزون مار من لو بوفوار هذا، يحبوا يشوفوا وجوه جديدة ونتمنوا تكون وجوه جديدة وتتعدل البلاد وكل واحد يدي حقه وتنحى الحقرة هذه على الناس، تنحى المشاكل هذه اللي صايرة فيها والضغط هذا بكري تنحى وتولي ألجيري نوفالو، ونتمنوا تكون جزائر جديدة إن شاء الله ولينا ولجميع المؤمنين بكل خلاص وجميع الناس اللي في الخارج. نعم إذا نواصل الحديث عن هذا الحراك. نعم معليش نعم زميلتي، حديثكم اليوم ربما خروجكم متتالي للحراك ومشارككم في الحراك، هل من كلمة في الجمعة الخامسة هنا اليوم؟ صحيح، أنا أولا أشكر الشعب الجزائري يعني شكر كبير جدا على هذا الخرجة التي حتى الأحوال الجوعية وما أتنات عزمه يعني ما منعت، والحمد لله الثلج والبرد والنو، ولكن الشعب الجزائري في الجمعة الخامسة احنا كنا حاضرين من الجمعة الأولى، وبالمناسبة أقول لكل من أراد أن يلتحق بهذا الحراك أرواح ما كانش مشكلة يعني، لكن دعنا من كلمات الإعلام ولا من مناطق الإعلام ولا من منابر الإعلام وغيره، إذا كانت حوس جيب الحراك روح للأرض، هذا هو الحراك الآن، هذا هو ربي يقول فأما الزبد فيذهب جفان وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، هذا هو الحراك، هذو هم الشباب، هذو هم ناس قسنطينة راهم مع الحراك، لذلك هما جاوا رفعوا شعارات محددة واضحة وضوح الشمس، قلنا لا لاستقواب الخارجي، قلنا لابد من جمهورية نوفمبرية، لا نريد جمهورية ثانية بمبادئ لا نعرفها، ولكن نريد أن نستكمل بناء الجمهورية الأولى جمهورية نوفمبر. نحن اليوم رانا في شهر مارس، وشهر مارس هو شهر الشهداء، شهر العربي بن مهيدي وديدوش مورا ومصطفى بن بولعيد وسي الحواس وعميروش وعلي منجلي، هذا الشهر تستشهدوا فيه هاد الناس هادو، وهذا الشعب اليوم خرج يقول لكم نحن مع هذه الجزائر، كفانا فسادا، كفانا وصاية، كفانا انتدابا، حاب الشعب هذا هو اللي يخير الراي تاعو، هذا الشعب هو اللي حاب يخير المسؤولين تاعو، هذا الشعب هو اللي حاب يستثمر في بلاده، علاه منهار بدا الحراك هذا ما كانش الحرقة. ان الشباب بركوا الحرقه وراهم موجودين هنا، قالوا باللي عذرنا يا سي بالماضي رانا ما نجيوش نتفرجوا المقابله خاطر عندنا مقابله اكبر. نعم. عندنا حتى الحديث ربما عن الحرقه، اذكر فقط الشعار الاول الذي رفع اليوم في الجمعه الخامسه، من نغرقوا في النو وما نغرقوش في البحر. نعم. شيء جميل جدا للسلمية التي أبهرت كل وسائل الإعلام العربية والأجنبية، التي الصورة التي أكيد وضحت للرأي العام الدولي أن الجزائر واعية بشبابها، الجزائر واعية بشعبها وتعي ما تحمله من شعارات وما تقوله من قرارات ربما وما تقترحه من اقتراحات لسلطتها ولدولتها حتى نمضي بالجزائر إلى بر الأمان. مواطن آخر يدخل معنا، تفضل.
الشعب الجزائري اليوم أنا نشوفه فيه في الساحات، خرج لاستكمال المسارات، خرج لاستكمال مسار الاستقلال، خرج لاستكمال مسار المصالحة الوطنية الذي انحرف على طريقه، خرج يقول باللي الجزائر تتسع للجميع، الجزائر تقدر تلمنا كامل، الجزائر نبنيوها كامل كما حرها والدينا كامل، الجزائر نبنيوها كامل الشباب والكبار. الشعب اليوم خرج يقول لا للشرعية التاريخية فاتوقع، اليوم نحتاج الشرعية الشعبية، الشعب هو الذي يختار مصيره. احنا نشوفه شاب صغير هوز، شوف هز شعارتك هز، يقولك هاو الشاب صغير يقولك الشعب سيد في اختياره. اليوم الكلمة ليه الشعب، الشعب هذا ما أراد ولو أراد في سلمية تامة أن تعود الكلمة إليه. نعم زميلتي، نعود بعد قليل للحديث أكثر مع الحراكيين، مع الشعب الذي شارك في الحراك للجمعة الخامسة على التوالي من هنا من ولاية قسنطينة وعلى غير باقي ولاية الوطن، بالرغم من الظروف المناخية التي تشهدها ولاية شرق الجزائر وربما هناك كذلك بالعاصمة، إلا أن الجزائريين نزلوا إلى الشارع بعائلاتهم وأبنائهم لإيصال كلمة واحدة هي لصالح الدولة الجزائرية. شكرا. نعم شكرا لك نبيل بوحلة، كنت معنا مباشرة من قسنطينة، تغطيتنا مستمرة، سنحاول ربط الاتصال بشبكة مراسلينا عبر الوطن لمزيد من الصور. هذا ونظم أمس عشرات من محامي وقضاة العاصمة وقفة احتجاجية على مستوى محكمة عبان رمضان قبيل ندوة صحفية دعت إليها منظمة محامي العاصمة، ورفع المحتجون شعارات تدعو لاستقلالية القضاء ومناهضة للتعسف في استعمال السلطة كما جاء في اللافتات التي رفعوها. ترفض رفضا قطعيا أن تملى على القاضي أي تعليمات مهما كانت ومن أي جهة كانت. قاضيات الجمهورية، زملائي في الدفاع، إننا ندعوكم ونقول لكم لا تخافوا لا تخافوا لا تخافوا، الشعب الجزائري يساندكم. إن عجلة التاريخ لا يمكن إعادتها إلى الوراء، فالحراك الذي نعيشه هدفه القضاء على مثل هذه الممارسات البالية التي جعلت القاضي أداة في يد السلطة التنفيذية يأتمر بأمرها ويلبي رغباتها. من جهته أعلن نقيب محامي العاصمة عبد المجيد سليني أن أصحاب الجبة السوداء سيكونون بقوة في مسيرات اليوم الجمعة، تأكيدا لموقف المحامين ووقوفهم مع مطالب الشعب الجزائري. نادى على وقفة غدوة في البريد المركزي بالجبة السوداء على أن يعبر التحامه مع مطالب المشروع للشعب، باه يفهم الشعب باللي مهنة المحاماة هي في خدمة الشعب وراي واقفة مع إرادة الشعب وما يمليه الشعب من اختيار يتماشى مع حقوقه. اتهم مختصون في القانون وزراء الحكومة المستقيلة بممارسة مهامهم خارج الإطار القانوني بإصدار قرارات تعيين مسؤولين في قطاعاتهم بأثر رجعي لتضليل الرأي العام. وقال أستاذ القانون بجامعة الجزائر واحد وليد سليمي إن خرجة بعض الوزراء السابقين يعطي انطباعا باستمرارهم في تولي زمام دائرتهم الوزارية. فضائح تضاف إلى مسلسل الدراما السياسية لمهازل تشكل منعرجا خطيرا في مسار الحكومة، طرحت تساؤلات واستفسارات حول جدوى إعلان استقالة الحكومة السابقة ما دام بعض وزرائها لا يزالون على رأس دائرتهم الوزارية بإصدار قرارات التعيين والإقالة ولو بأثر رجعي، يصفه المختصون بالعمل اللا أخلاقي لحكومة استقالت منذ أسابيع ويجري التشاور لضبط قائمة الجهاز التنفيذي الجديد الذي يبدو أنه يواجه من الآن جهازا موازيا يرفض الانصياع واحترام القوانين. نشوف التاريخ تاع القرارات اللي داروها بعض من الوزارات كما وزارة البيئة ووزارة السياحة،
التاريخ تاعها باثر رجعي، تلقاها في فيفري، تلقاها في ارخوها بتاريخ قبل اسقاط الحكومه، وهذا امر غير قانوني ومعتبر تزوير اداري. اما بالناحيه السياسيه فان الشعب مصدر السلطه كما نعرف، والشعب أسقط هذه الحكومة. التعدي على حرمة الدستور واختراق المبادئ المعمول بها في مرحلة جد حساسة يعد انتهاكا صارخا لصلاحيات انتهت بموجب القانون، تعد تحركات خارج الإطار الرسمي بأوامر تطبق بشكل رسمي، ما يوحي أن المشهد أشبه بالسوق الموازية في دواليب السلطة. أخلاقيا لا تجوز، أخلاقي الشعب منتفض في الخارج ضد الحكومة، ضد التسيير الكارثي للحكومة، وتلتف أنت كوزير ضد هذه الرغبة الشعبية وضد قرارات الرئاسة. يعني إذا كانوا يحترموا الرئاسة وما يحترموش الشعب لا يجوز، وإذا كانوا يحترموا الشعب فلا يجوز أكثر وأكثر. ما يقوم به بعض الوزراء السابقين المستمرين في أداء مهامهم دون سند قانوني إجراء يحصر جهود الحكومة الجديدة ويخلط أوراق السلطة في توقيت حاسم، لا يخدم بتاتا المساعي الرامية إلى التغيير المنشود في هذه الظروف بالذات. وتزامنا مع تواصل الحراك الشعبي يزداد الترقب أكثر لإيجاد مخرج للأزمة السياسية التي وقعت فيها الجزائر، أزمة يرى متابعون أن بداية حلها يكون بإعلان سلطات انسحاب رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة من الحكم حتى يتسنى للشارع تفويض هيئة رئاسية تسير المرحلة المقبلة وتحضر لانتخابات شفافة. نبض الشارع المنادي بالتغيير لا يتوقف، جمعة تعقب الأخرى وسقف المطالب يرتفع كلما استمر التماطل في الإصغاء إلى هذه الأصوات والحناجر، فأي مخرج لهذا الحراك؟ عندما تنزل الملايين الهيئة الناخبة بأكملها تنزل إلى الشارع لا يوجد دستور، الطريقة الوحيدة هو الرحيل. عندما يصرح رسميا بأن الرئيس انتهى تنصب هيئة رئاسية من طرف الشارع، شارع يراقب، شارع ينصب، شارع يفوض، قد تكون 10 20 30 50 100 ألف من واحد يفوضه الحراك. الشارع يواصل الصمود من أجل التغيير، والنظام يواصل المقاومة من أجل البقاء، وبين كل هذه التفاصيل تأزمت الأوضاع وأعادت سؤال من يحاور من. الشارع لا يريد هيكلة الشارع، الشارع يريد هيكلة الدولة الجزائرية، الشارع يريد إعادة هيكلة المنظومة السياسية، والنظام لا يريد أن يسمع هذا الرسالة ويريد أن يجعل بالشارع حزب سياسي. الشارع ليس حزب سياسي، الشارع لن يهيكل، الشارع لن يمثل. الحصانة الحقيقية لهذا الشارع هو عدم إمكانية النظام اختراق هذا الشارع لإخراج ممثلين ثم يتفاوض يناور، والأسلوب معروف. أزمة تتشابه في تفاصيلها مع نهاية حكم الحزب الواحد في الجزائر، شعب ثائر في وجه النظام، وترقب لمخارج آمنة يكون للجيش فيها دور الحسم الإيجابي. الجيش يجب عليه وخاصة رئيس الأركان أن يقوم بمساءلة الذات، مساءلة الذات الشخصي ومساءلة الذات المؤسسة، يختار إما الانحياز الشارع للشعب وهي الوظيفة الأساسية للشعب، تحمي للمؤسسة هي حماية الشعب، أو ينحاز للمنظومة السياسية يتحمل المسؤولية أمام التاريخ. أظن بأن أمام هذه المحطة التاريخية تسجل في تاريخ الجزائر هو منعرج تحول حقيقي للدولة الجزائرية. 5 جمعات من الحراك المتسارع وخمس أخرى من الحلول المتباطئة، توجس وهواجس كلما تأخرت أليات التعاطي مع أزمة تزداد تعقيداً وتفتح أبواب الشك من المستقبل أكثر فأكثر.
جدد حزب تجمع أمل الجزائر التزامه تجاه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأكد على لسان ناطقه الرسمي النتاج غير مهتم بالتغير الحاصل في موقف شريكيه في التحالف الرئاسي الأفلان والأرندي. وتمسك حزب عمار غول بورقة الطريق التي طرحها الرئيس بوتفليقة في رسالة 11 مارس، واعتبرها الأصلح والأنسب لمواجهة الأزمة والتداعيات حراك الشارع الرافض للتمديد العهدة الرئاسية. ولا يبدي تجمع أمل الجزائر أي اعتراض حيال مطالب الشارع بالتغيير، ويرى في الحوار بمثابة ضرورة قصوى لتجنب سيناريو التدخل الأجنبي وتدويل الأزمة. إذن تغطيتنا مباشرة للحدث، للخبر الرئيس وخروج الشارع وخروج الجزائريين إلى الشارع للمطالبة بتغيير جذري في النظام. ونحاول الربط بالبريد المركزي، يقال لي يشار لي ريتما تجهز الصور. سنتحول إلى هذا الموضوع إلى بشار. خرج عمال قطاع الصحة في شوارع المدينة للتعبير عن دعمهم للحراك الشعبي وضرورة تغيير النظام الذي بات يؤثر على الخدمة الصحية بالولاية. ممارسو قطاع الصحة في ولاية بشار خرجوا كذلك في مسيرات سلمية، أكدوا من خلالها مساندتهم التامة والمطلقة للحراك الشعبي. نساندوا كاع الشعب الجزائري ورافضين التمديد والفساد هذا اللي انتشر في كل مجالات، ما مصرون على استئصاله، وما الصحه مرضت، التعليم مرض، كل مجالات مرضوا. اجتمعوا من اجل مسانده الحراك الوطني، ما كاش مجال اننا نطالب بحقوق. كل الناس راها تعاني، الشعب، احنا مع الشباب، مع الشباب، مع الشباب. مسيرة الأطباء هاته عرت قطاع الصحة وكشفت المستورة، فمعظم الإمكانات الطبية تغيب هنا، ما زاد من معاناة المرضى وصعب المهمة أكثر على الأطباء وباقي المنتسبين للقطاع الصحي. لا وجود لمستشفى يصون كرامتنا وعزتنا، ما زال أطفالنا المحروقين ادوهم منا 700 كيلومتر باش يعالجوا، ما زال تحليلات الدم ندوها خارج الولايه. حنا لاجيري كاع راها مريضه، ما تسنوش من لا سونتي تكون صحيحه. كاين بزاف، كاين بزاف قوانين ما ديناهاش، كاين بزاف حقوق. المريض كي يجي ما كانش سكانر، ما كانش هاد الصوالح هادو اللي يخلونا حنا ثانيك شويه لي مويا كي ما يكونوش. كنا في المهنه وما ديناش حقوقنا وخرجنا تقاعد ومازال ما ديناش حقوقنا. مطالب الاطباء وغيرهم ممن شاركوا في المسيرات السلميه منذ انطلاقها عبر كامل ولايات الوطن لحد الساعه، الهدف الرئيسي منها التغيير الايجابي في شتى المجالات وتحقيق الأفضل لكل الجزائريين. وفي ولاية المسيلة صنعت البراءة لوحات مميزة، وهي التي تشارك كل جمعة في مظاهرات التغيير. أطفال رغم جهلهم بسبب خروج أهاليهم إلى الشارع، إلا أن لسان الحال حالهم ينطق بشعارات الأمل في تحقيق جزائر المستقبل. الجميع يتفق على أن هذه البراعم لا يعرفون مدى حساسية الفترة التي تمر بها الجزائر، ولا حتى سبب خروج أوليائهم إلى هذه الشوارع والمسيرات، لكن ما إن يشاهدون الراية الوطنية ويسمعون هذه الأهازيج، أكيد هنا حتى الرضيع في مهد أمه ينطق قائلاً أنا جزائري وأفتخر. فيفا لاجيري، تحية الجزائر. 1 2 3 فيفا لاجيري، تحية الجزائر. سلمية سلمية، تحية الجزائر. تكون بلاد مسقمة وماشي تليك البلاد الاخر من البلاد الاخرين، تحية الجزائر. خروج هؤلاء البراءة إلى هذه الساحات
وفي هذه الأجواء ليس للعب طبعاً، بل من أجل توثيق ذكرى جميلة تبقى راسخة في أذهانهم الصغيرة مهما طالت بهم الأعمار، ويكون شاهدين على آبائهم في رقي أخلاقهم وحضارتهم وهم يطالبون بوطن العزة يحفظ العيش الكريم لهم. على الأقل إحنا ما عشناش في وقت مليح، نخلو إن شاء الله نغيروا ونجروا التغيير، ونخلو لأولادنا أنهم يعيشوا حياة سعيدة. ما نشرع نزيدوا نعيشوا قد ما راح يعيشوا الأولاد هذو، إحنا رانا نحوسوا مستقبل أولادنا. إحنا حابين نرسخوا الفكرة هذه في أولادنا، هي فكرة حب الوطن. بعدما كان اللعب والمرح هوايتهم والسعادة غايتهم، اليوم بالألوان الوطنية توشحوا وببراءة أصواتهم الخافتة نددوا بالحفاظ على وطن ضحى من أجله أجدادهم قبل عقود من الزمن. إذن نذكر مشاهدينا الكرام أنه خرج الجزائريون مجدداً إلى الشوارع عبر الوطن في خامس جمعة من المسيرة المليونية للمطالبة بالاستجابة إلى مطالب التغيير الجذري للنظام. وكالعادة أطلق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوة إلى التظاهر بالقوة في العاصمة وفي كل مدن الجزائرية، ويراهن المشاركون في المسيرات الشعبية منذ 22 فبراير على كسب زخم جديد من الحراك. إذن تغطيتنا مستمرة للمشهد، ونتحول إلى موضوع آخر في حال حتى تصلنا أصور. تشهد الولايات الشرقية للوطن تساقطا كثيفا للثلوج أدى إلى عزل عديد القرى والمداشر على غرار ولايتي باتنا وخنشلة، وهو ما استدعى تدخل قوات الجيش الوطني الشعبي لفك العزلة عن المناطق التي حصرتها الثلوج. من جانبها حذرت مصالح الأرصاد الجوية من استمرار تساقط أمطار غزيرة خلال الأسبوع المقبل بولاية وسط وشرق البلاد. أيام الربيع تكسي الولاية الشرقية للوطن حلة بيضاء، سمك الثلوج يتجاوز 20 سنتيمترا بمرتفعات ولاية طبسة وخنشلة. وككل مرة خلفت هذه الوضعية الجوية حالة من الشلل على مستوى العديد من الطرقات الولائية والوطنية. الطريق الوطني رقم 83 الرابط بين ولايتي خنشلة وبالسكرة بمقطعه بين بلديتي ششار وولاد جلال شهد انقطاعا كاملا في حركة السير بسبب تراكم الثلوج، وهو نفس الوضع ميز المحور الثاني الرابط بين بلديتي ششار وبابار، كما توقفت حركة المرور على مستوى الطريق الولائي رقم 72 بين بلديتي بوحمامة وقايس. هذه الأجواء استدعت تدخل الجيش الوطني الشعبي الذي سخر ما بحوزته من آليات ومعدات لفك العزلة عن القرى والمداشر التي حصلتها الثلوج على مستوى المناطق المعزولة بفتح العديد من المسالك والطرق الثانوية على غرار ولاية باتنا، أين تمكن أفراد الجيش من فتح الطريق البلدي رقم 3 الرابط بين بلدية الأرباع والطريق الوطني رقم 87 لتسهيل حركة السير. مصالح الأرصاد الجوية تتوقع استمرار الاضطراب الجوي المصحوب بتساقط الثلوج في العديد من الولايات الشرقية مرفوقا بانخفاض في درجات الحرارة التي ستتراوح بين 6 و10 درجات، كما سيكون الأسبوع المقبل مطرا على أغلب المناطق الشمالية. إذن يشار إلى أن صور البريد المركزي جاهزة. وليدة هل تعطينا صور؟ نتحول حتى تجهز الصور، نتحول إلى غرب الجزائر إلى وهران. نبي هواري زبير بشارف. نعم زبير بشارف، أنت على المباشر. كنا على اتصال مع الزميل نبيل بوحلاسة بشرق الجزائر. جحافل بشرية خرجت إلى الشارع، ماذا عن وهران؟ كيف هو الطقس هنالك؟ طقس الحراك، كيف هو الجو؟
أكيد الطقس كان غائما صباحا، لكن الطقس أصبح جميل جدا الآن. جمال المدينة الكبيرة والكبيرة جدا التي تعرفها، مختلف الساحات الكبرى وكذا الطرق الرئيسية بقلب مدينة وهران. منذ الدقائق الأولى بعد الفراغ من صلاة الجمعة، المئات، لا أقول مئات، لا لا، الآلاف من المواطنين حجوا إلى قلب مدينة وهران، وبالتحديد إلى ساحة بلاس دارم أو نوفمبر بقلب المدينة، من كافة ربوعي الولاية. قدموا بأعداد هائلة جدا، سيول بشرية كبيرة تعرفها وهران ومختلف أحيائها، عفوا مختلف شوارعها الرئيسية. أنا الآن متوج بالقرب فقط من ساحة الانتصار أو بلاس دي فيكتوار بقلب المدينة، هذه الساحة التاريخية التي تتوسط أحد أكبر الشوارع الرئيسية بوهران، وهو شارع العربي بن مهيدي. حوالي 4 كيلومترات طول هذا الشارع، ممتلئ عن آخره بالمواطنين، الأطفال، الشيوخ والشياب وحتى الشباب، بقوة كبيرة جدا يحملون العديد من الشعارات الرافضة تماما للقرارات الأخيرة بتنفيذ العهدة الرابعة، وكل جاء على لسان السلطة مؤخرا. العشرات أو من المواطنين والآلاف أقول من المواطنين تمتلئ بمختلف الشوارع الرئيسية بقلب مدينة وهران. دائما كما جرت عليه العادة، الجمعة الخامسة سموها هنا بوهران جمعة السعادة وجمعة النصر. المواطنون انطلقوا بساحة أول نوفمبر مرورا بشارع العربي بن مهيدي إلى غاية مقر الولاية، ومن بعد ذلك تواصل المسيرة كما جرت عليه العادة كل جمعة باتجاه محور الدوران بأحمد زابانة، وأخذ طريق باتجاه بالعودة مجددا إلى ساحة بلاس دار مرورا بنهج جيش التحرير الوطني كما جرت عليه العادة. أنوه فقط هنا نقطة مهمة، وهو غياب التام لمصالح الأمن الوطني على مستوى هذه الطرق، باستثناء تواجده في المناطق والمراكز الحساسة على مستوى مقر الولاية، مقر التلفزيون العمومي، وكذلك على مستوى قنصلية فرنسا التي هي في آخر نهج فروندمان، وكذلك قنصلية السفارة أو قنصلية المملكة الإسبانية بقلب المدينة. إذن كما ذكرت قبل قليل، جموع كبيرة وسيول بشرية كبيرة على غير الجمعة الماضية. اليوم فيها حس مواطنة كبير، والوهرانيون على غرار باقي ولاية الوطن أبانوا اليوم في وهران على حس وطني وثقافي وحس مواطنة كبير وكبير جدا. سلمية طبعت هذه المسيرة، مسيرة الجمعة الخامسة. وكذلك الشيء المهم جدا هو طغيان العلم الوطني، الشيء الجميل جدا في وهران، الكل يتوشع العلم الوطني من أطفال في هذه النقطة فقط زبير. نعم أسمع زبير، لو تسمح لي في هذه النقطة، في المظاهرات في الأربع أسابيع الماضية، أربع جمعات الماضية، شهدنا أعلام أخرى إلى جانب العلم الوطني، ماذا عن المسيرات اليوم؟ هل فقط كان العلم الجزائري هو الوحيد الحاضر؟ والله الشيء الملاحظ في الجمعة الخامسة اليوم في وهران، وهو الشيء الذي صراحة وقفنا عليه، وبعد قليل بعد دقائق قليلة تكون الصور شاهدة صور مدينة وهران، الكل يحمل العلم الوطني، الكل يحمل العلم الوطني، الشباب والأخضر الأحمر والأبيض هو السمة البارزة في سلمية وهران اليوم، باستثناء بعض الأعلام وهي ترمز فقط لأعلام الأمازيغية، ولم نشاهد أي أعلام أخرى، أعلام ربما كما تحدث قبل قليل العديد من وسائل الإعلام عن أعلام أخرى وعن إثنية وكذلك، لا توجد في وهران هذه الأعلام. الشيء الملاحظ جدا هي وحدة الوطن، حتى السيارات، الشيء الجميل أن السيارات تحمل العلم الوطني والنشيد الوطني داخل كل سيارة. والله العظيم صور جميلة من وهران، وستشاهدونها بعد قليل، ستكون صور جاهزة. وهران اليوم 100% وطنية، شيء جميل جدا في سمية الجمعة. زبير، أيضا فيما يخص مواقع التواصل الاجتماعي، شاهدناها عجت بالأسماء، أسماء يقترحها الشارع لتأسيس حكومة كفاءات. هل وأنت متواجد هنالك في وهران وقريب من المتظاهرين، هل من أسماء وهل من شعارات جديدة رفعت هذا الأسبوع؟ هل من أسماء طرحت لتشكيل هذه الحكومة، حكومة كفاءات؟ نعم، أبرز الشعارات التي رفعها المحتجون اليوم في وهران، أول شيء والنقطة الأساسية هي لا لتنفيذ العهدة الرابعة، هذا أول شيء. ثاني شيء أنه المواطنون هنا في ولاية وهران يرفضون
تمام رفض الحكومة الحالية على رأسها الوزير الأول بدوي وكذلك نائبه وزير الخارجية رمضان عمامرة رافضين تمثيلهم في تمثيلهم ويقولون بأن حكومة غير رسمية ولا تتميز بالمصداقية. ثاني شيء أكيد البعض تكلم عن هناك حكومة تكنوقراطية لكن لا شيء ولا شيء يقول الوهرانيون أن لا نود حكومة بهذا الشيء أو حكومة يعينها الوزير الأول بدوي، نريد حكومة أخرى بشخصية أخرى وغير الشخصية التي تقوم في الفترة الحالية بتكوين الحكومة أو بتكوين بعض الأسماء التي ستمثل الحكومة الجديدة. كذلك في عديد من اللافتات رفعت في وهران أنه نود تمثيلا تكنوقراطيا لكفاءات جزائرية ولا كذلك التدخل أجنبي. الشباب كذلك رفعوا شعارات لا تدخل أجنبي لا تدخل فرنسي ولا أمريكي ولا روسي في الحراك في الجزائر لأنها سلمية وتبقى سلمية. طبعا الشباب ما يرفضونه هو في الجمعة الخامسة في ولاية وهران أنه لا ممثل للشعب غير الشعب، هذا لا تمثيل للشعب غير الشعب هنا في وهران، وأظن أن باقي الولايات رفعت نفس الشعارات. أسماء. نعم شكرا لك زبير بالشارف. نعم كنت معنا مباشرة من وهران. سنحاول ربط الاتصال بجنوب الجزائر بزميلنا مصطفى عثماني من بشار بعد قليل وأيضا هواري عزوز من بجاية. نواصل تقديم هذا الموعد الإخباري. وفي هذا الخبر التقلبات المناخية دفعت العشرات من العائلات بتبسة إلى الاحتجاج أمام مقر دائرة الشريعة بولاية تبسة. العائلة المحتجة طالبت بالتكفل بها بعد أن حصرتها الثلوج داخل المنازل القصدرية التي تقطنها وتفتقر لأدنى شروط الحياة في ظل انعدام التدفئة والإنارة وقنوات الصرف الصحي. كنا نرى السكان قرية الوسمية بال 2015 و 2008 روحوا متنين ما كان والي كثر خير ربي وشاف داير هذا راه طلع علينا ما طلع علينا حتى واحد ما يزيد عليك حتى واحد راه ما طلع علينا حتى واحد جانا غير هذا كثر خير ديروا لنا حل. شوف الدر علاه كيما هكا علاه انا جزائريين وخدمين النظام علاه يسوي لنا كيما هكا صباح يكثر خير ربي والشعب الشعب اللي جا حلوا علينا البيبان الديار طاحت علينا. وفي هذا الخبر وفي الشفة توفي شخص وأصيب 12 آخرين في حادث مرور خطير لحافلة نقل المسافرين تعمل على خط غردايا الجزائر العاصمة. الحادث وقع في طريق الشفة منتصف ليلة الجمعة آته. إذن انقطع الخط. حاولنا ربط الاتصال بالزميل هواري عزوز. هواري عزوز أنت على المباشر تفضل. سنعود بالاتصال بربط الاتصال بالزميل هواري عزوز من بجاية ونتحدث عن الخبر الرئيسي وهو خروج الجزائريين للشارع من أجل تغيير جذري للنظام. رخصت المديرية العامة للوظيفة العمومي والإصلاح الإداري لجميع المؤسسات العمومية بالشارع في تنظيم مسابقة التوظيف الخاصة بالسنة المالية الجارية. القرار الجديد من شأنه رفع التجميد عن التوظيف لتغطية العجز المسجل في عدة قطاعات. آلاف المناصب المفتوحة ستكون متاحة للشباب البطال خلال العام الجاري. السلطة تقرر بوجه سريع الالتفاف حول مطالب الشارع لاحتواء الحراك الشعبي الذي يقارع الأسبوع الخامس في مسيرة سلمية تنشد التغيير الشامل والجذري. لتأتي الإجابة هذه المرة من المديرية العامة للوظيفة العمومي والإصلاح الإداري برفع التجميد عن التوظيف في القطاع العمومي، قرار يلغي تعليمات سابقة منعت المؤسسات العمومية من مناصب شاغرة. حل سريع اهتدت إليه السلطة لامتصاص المطالب المرفوعة سيما أن رقعة الاحتجاجات توسعت إلى عدة قطاعات ترفض الوضعية التي لم تتغير منذ سنوات. مرحلة انتقالية رسمتها السلطة بجهاز تنفيذي يجري التشاور حول تشكيلته. يبدو أنها لن تنتظر التعيينات الجديدة لتنفيذ ورقة الطريق التي حددتها،
فاختارت بذلك مباشرة مخطط عملي يسابق الزمن لكسب الرهان والتحديات أمام غليان اجتماعي ناقم على المؤشرات السلبية، رغم التطمينات التي تطلقها الحكومة بوعود لفتح صفحة تنسي الجزائريين عهد الأزمة والانتقال إلى مرحلة تنموية تفتح أفاقا كثيرة بتطلعات أكثر، وعود تتقاطع مع شعارات ترفض الطرح السائد في مقام تأمل فيه المظاهرات التي تجوب الشوارع أن تتغير نحو غد أفضل غير الذي هو عليه الآن، لتزيد من حجم المسؤولية الملقاة على السلطة من أجل الاستجابة لطموح شعبي جاء في توقيت حاسم يدفع إلى السرعة القصوى لمعالجة هذا الملف الحساس. إذن نتحول إلى الصور التي تريدنا من البريد المركزي لخروج جحافل بشرية للمطالبة بتغيير جذري للنظام. إذن هذه الصور التي تريدنا مباشرة من البريد المركزي بالعاصمة. إذن رغم الأحوال الجوية، سوء الأحوال الجوية، نشاهد هذا الجمع الكبير الغفير من الجزائريين وهذا العدد الهائل من الرايات الوطنية. إذن الصور تريدنا من البريد المركزي بالعاصمة، ونحاول ربط الاتصال بالزميل هواري عزوز من بجاية. إذن هواري عزوز، أنت على المباشر. إذن مجددا انقطع الاتصال نظرا للضغط على الشبكات، ونكمل تقديم هذا الموعد الإخباري، حيث حذرت جمعيات مرضى السكري لولاية الجزائر من الاستمرار في انقطاع دواء الجلوكاكون المخصص لرفع نسبة السكر في الدم، كما كشف فيصل أحد رئيس الجمعية الوطنية عن ارتفاع إحصائيات عدد المصابين خاصة لدى فئة الأطفال. حالات خطيرة تنقل يومياً على جناح السرعة للمستشفيات بسبب هبوط نسبة السكر في الدم. الجلوكاجون دواء من شأنه إنقاذ المريض سريعاً، إلا أنه يعرف انقطاعاً في مختلف الصيدليات، المستشفيات وحتى الجمعيات. كاين نقص فادح بالأدوية، خاصة كاين أدوية اللي ما راهيش موجودة وأدوية يعني خطيرة لما ما تكونش موجودة. لماذا؟ لأنه نعرف احنا الزيبوغليسيمي هبوط السكر في الدم، خاصة للنوع الأول كاين الجلوكاغون، هذا سينجيكسيون اللي تندار اون كا ديبوغليسيمي سيفير، نقدروا نخسروا روح لو كان ما تكونش هاد الحقنه هذه. كانت عندي طفله مصابه بداء السكر اللي دارت يعني النوع الاول اللي دارت ديبوغليسيمي سيفير 040 ولا 030، دول البارحتين يبقى سفرينا باش عاودنا طلع لها السكر. غياب ثقافة استهلاكية سليمة وصحية لدى المواطنين خاصة الأطفال ساهم في انتشار مرض السمنة الذي يؤدي لا محال إلى ارتفاع السكر لدى الأطفال، والذي تجاوز عددهم 15%. الثلاثي الأول تاع 2019 درنا عدة ولايات، خرجنا يعني المدية، خرجنا الولاية تيبازا، درنا حتى يعني المدارس الابتدائيات، درنا لقينا إصابات جديدة خاصة يعني نقدر نقوله من النوع الثاني مش النوع الأول. ربع تلاميذ المتمدرسين مصابون بالسمنة، والسمنة تعرف عندها باب تسمع تفتح باب على مصراعيها المختلف الأمراض كالسكري، ضغط دموي، مرض الشرايين، حتى يعني أمراض السرطان. حملات تحسيسية وتوعوية واسعة لجمعيات مرضى السكري داخل المدارس بهدف الحد من انتشار الداء. ارتئينا باش ننظموا هذه الايام التحسيسيه والتوعويه داخل المدارس. لماذا داخل المدارس؟ نتكلموا يعني دو بوش اوري مع لي زونفون، لي زونفون سكولاريزي، نهضروا مع الابتدائيات، درنا في عده ابتدائيات، درنا حتى يعني. اذا وصلتنا اللحظه الصور المباشره من البريد المركزي للجحافل البشريه التي خرجت مثل ما قلنا سابقا للتغيير الجذري للنظام، إذ الآلاف خرجوا إلى الشارع مثلما نشاهد إلى ساحة البريد المركزي تعبيرا عن تمسكه بمطالبه المشروعة، وهو تغيير جذري للنظام. وكما نشاهد الهتافات تتعالى والأعلام الوطنية في المشهد وهي السيدة. إذن رغم الأحوال الطقس، رغم سوء الأحوال الطقس، نشهد هذا
الكم الهائل من الجماهير التي خرجت إلى الشارع. أيضا هذه الصور تريدنا مباشرة من البريد المركزي بالجزائر العاصمة. إذن للجمعة الخامسة على التوالي يصنع الجزائريون صورا ملحمية متمسكين بمطلبهم المشروع وهو تغيير جذري للنظام. إذن هذه الصور تريدنا مباشرة من البريد المركزي والشعارات هي نفسها التي رفعها المتظاهرون في انطلاقا بداية من 22 فبراير إلى اليوم ومع سطوع الشمس. هذه الحيوية، الحراك الكبير في البريد المركزي، مشاهد جميلة. أيضا مشاهدنا الكرام للراية الوطنية التي تسيطر على المشهد. إذن هذا هو حال المباشر لسوء الأحوال الجوية، صور نوعا ما سيئة نوعا ما، لكن أصررنا على تغطيتنا المباشرة للحدث وهو خروج الجزائريين للمطالبة بتغيير جذري للنظام وعدم تأجيل الانتخابات الرئاسية وكذا تمديد العهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. إذا نشاهد جمع غفير من الشباب، أغلبهم شباب، عائلات، أطفال من كل أطياف المجتمع، خرجوا للقول لا لتمديد العهدة الخامسة. إذن تتعالى هتافات الشباب الذين خرجوا إلى الشارع للمطالبة بالتغيير وعدم تمديد العهدة الخامسة وأيضا عدم العهدة الرابعة عفوا إلى عهدة جديدة إلى عهدة خامسة وأيضا المطالبة بتغيير جذري للنظام. وشاهدنا مشاهدينا الكرام على مواقع التواصل الاجتماعي ناشطون عبر المواقع التواصل الاجتماعي دعوا إلى التظاهر بقوة في العاصمة على وجه الخصوص وفي أغلب المدن الجزائرية من أجل تأكيد تمسك الجزائريين بتحقيق الهدف الأساسي وهو تقرير مستقبله بكل سيادة.
إذن مشاهدينا الكرام، تغطيتنا مباشرة ومتواصلة، وسنحاول في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة ربط الاتصال بشبكة مراسلينا المتواجدين عبر مختلف المناطق مناطق الوطن، إذ خرج الجزائريون مجددا إلى الشوارع في الجمعة الخامسة على التوالي لتأكيد والتمسك بالمطلب الرئيس، وهو مطلب التغيير الجذري النظام وعدم تمديد العهدة الرابعة وأيضا عدم تأجيل الانتخابات الرئاسية. تغطيتنا مباشرة، إلى اللقاء.